واسمع كلامه باجر وراك حساب يوم القيامة نحترم احمي الدين ونحب العمامة بس الشعب كلش تعب رايد كرامة ملينا من هذا الوضع ونريد تغيير مو دوّة العالم ترى صرخة التحرير نتمنى بس هذا الوطن يصبح على خير نتمنى بس هذا الوطن يصبح على خير نعيش بكرامة نريد وبلا تهميش ما عمر بيكم البلد تحت ولا تفليش نريد نتنفس وطن ونصيح بس الشعب كلش تعب رايد كرامه